المتسابق اللي معانا من بلاد المغرب، وما أجمل إنك تقابل ناس من بلاد المغرب. هنشاهد فيديو للمتسابق محمد اليوبي. أجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرٌ 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 سيدنا النبي، قمرٌ وجميل 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 سيدنا النبي جميل، قمرٌ 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 سيدنا النبي، قمرٌ وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، صلى الله عليه وسلم. كان معنا المتسابق محمد اليوبي من بلاد المغرب. دلوقتي أنا أعرف رأي لجنة التحكيم، واسمحوا لي أبدأ بالدكتور طه عبد الوهاب. صوت جميل، واضح انه بيسمع المنشد السوري العسلي وبيسمعه كثير. معتصم العسلي. معتصم العسلي طبعا. التكنيك بتاعه حلو، في مرونه في صوته. حتى الاستاذ احمد طبعا هيبقى في فرصه له ان يثني على استخدامه مفردات صح، مش يعني لم يعني اتعرض لها لانها لفتت انتباهي فعلا. انما حتى العرب اللي كان بيعملها، العرب غير التريل، العرب يعني بيروح لمقام تاني كده تصريف، كان بيقولها بحليات جميله ما شاء الله، ولم يحدث نشاز. صوت واعد، تنبأ له مستقبل باهر في عالم جميل المشكلة. دكتور طه، خلينا ارد عليك بدل الاستاذ احمد الطلحي واقول لك ربي يحفظك ويبارك فيك دكتور طه. خلينا نروح للاستاذ ياسين المرعشلي، اتفضل. والله ما شاء الله، هو واضح سنه صغير لسه وفعلا عنده امكانيات جميله. طبعا انا بس ملاحظتي انه يعني نحن نقلد دائما، نقول للمنشد يقلد في بدايه الامر، لكن بعد ذلك اختص بلون لنفسك. يعني هو قال الموال وقال اللي هي التقليد ابدا فوتوكوبي، خلينا يعني ربي يوفقه ان شاء الله. شكرا استاذ ياسين. نروح للاستاذ عبد الرحمن الجبرتي. الاخ محمد من المغرب عنده امكانيات رائعه. حسيت انه بس في بعض الاماكن صوته كان يعني ينقفل، يعني في خوف شويه ممكن، الله اعلم. هو المفروض انه ما يكون متوتر لانه حيصور فيديو صحيح موجود في البيت في مكانه، يعني سواء في البيت او غيره، بس المفروض انه كان يؤدي بارتياح اكثر. وانا افضل انه اي احد ممكن يقدر يرسل فيديو يكون واقف عشان يطلع الصوت يعني بشكل صحيح اكثر. جميل، شكرا جزيلا. المجمل كان رائع. شكرا استاذ عبد الرحمن. سيد احمد طلحي، انت شايف حد في لجنه التحكيم انه احيانا بيكون قاسي مع بعض المتسابقين؟
لا، ليست القسوة في قلوب مداح الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لكن هم أصحاب أمانة فيضعون النقاط على الحروف. جميل. يعني رضي الله عنهم ثلاثتهم يضعون فعلا النقاط على الحروف، هم ليسوا قساة أبدا، بل بالعكس، يعني في آخر البرنامج ستكتشف بعض الكواليس أنهم في الظاهر يقصون ويعطون أحكام صارمة وحازمة، لكن على الأوراق يعطون نتائج عكس طيبة. عكس ناس في الظاهر. عكسي عكس الفقير كلام حلو تماما، وفي النتيجة بيدوا حاجات ثانية. مظبوط. أشياء أخرى تماما يعني. فهذا الأمر متعرف عليه. حميدة، أنت مغربي وأنا مغربي وكلنا مغاربة. واحنا كلنا من المغرب بالاقصى. حبيب قلبي في شويه حاجات بسيطه. اولا، هو حصل عنده مزج ما بين احكام التلاوه واصول اللغه، فهو اصبح يستخدم احكام التلاوه في الادغام والاخفاء والغنن، وكانها يعني هي اصول اللغه. لا، ليست هكذا ابدا. يعني تنشد بلغه صحيحه، مخارج حروفك صح، بس مش باحكام تلاوه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، العرب عاده لا يبداون بساكن، هكذا يقولون، ولا يقفون على متحرك. هو أخذ أبيات سيدنا حسان بن ثابت ولعب فيها شوية، وهي طبعا شائعة بين الناس أنهم يقولون وأجمل منك لم تر قط عين، هكذا وردت. وبعضهم يقول وأحسن منك لم تلد النساء، وأحسن منك لم تر قط عيني أو عين. والحقيقة هي عين لما للإطلاق، يعني وأجمل منك لم تر قط عين، كل العيون ما راح ترى أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم. بعكس عيني، وأجمل منك لم تر قط عيني أنا، بس عين غيري ممكن أنها ترى. لا، فهذا لا يمكن. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، ونساء فقط، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. على المنشد أن يضبط فقط النص أمامه، ثم بعد ذلك يعني يعيش ويعني يستلذ بما فيه من أحد.